بلي ريبورت كنت دابا سكنتي بعين عتاب. فين عتاب؟ ها؟ عطيني واحد الناس بيت قال صافي. بوحدك؟ لا معاهم في الدار. ها؟ معاهم في الدار. معاهم؟ مع هاد الناس معاهم في الدار. جيران؟ في عين عتيق. ملي كنتي هنا في تمارك كنتي كتبيع الخبز؟ كنبيع الخبز حتى كنا في السونتر هنايا. كنبيع الخبز كندير بوكاديوس. واخا لالا. إذا متابعي الكرام متابعي شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تمار. يعني كما كتشوفوا في العنوان يعني الفقر صعيب، فعلا الفقر صعيب. يعني المسلمة يعني ما لقاش باش تعيط وصبرات مسكينة، يعني رغم الظروف اللي صعيبة عليها، والحلم ديالها هي دير شي مشروع ترزق الله، لأن فعلا كانت يعني عندها واحد المشروع اللي هو بأنها كانت تدفع الخبز في مدينة تمارة. بعد ما يعني ريقوا لهم البراريك ديالهم ديال الصافع اللي تم يعني هدم جميع ديال الصافع، شاد عين عتيق يعني لا حنين لا رحيم، ما كتعرف حتى تما كاينه الا يعني كتفاجئ، يعني ما تبقى يعني حتى باش تاكل ما كتعرف حتى شي حد. اليوم هي كتناشدكم كتقول لكم انا ما عيطتش، ولكن ماشي مشكل لان العيد غير سنه. صبرت، ولكن انا اليوم بغيت ندير واحد البروجي. شكون اللي بغى يدير الخير يعني في هذا اليوم هذا؟ حسبوا السيده الام ديالكم، حسبوا الاخت ديالكم. كانت عندي يعني واحد العمليه في رجلي، الرجل ديالها مسكينه كانت تتخمج، خليها موت يعني الرجل ديالها كانت تتخمج وداواتها الحمد لله، ولكن اليوم دار شويه ديال الايام ما لقات لا حنين لا رحيم. اليوم كتناشد وكنقول لكم عافاكم، اما حسبوني الام حسبوني الاخت ديالكم. لا كنتي عبر المباشر عبر قناه شوف تي في، عاودي لنا مرحبا. كيفاش كنتي هنا في تماره كتبيع الخبز؟ انا كنت هنا ولدي ساكنه في السونتر هنا ديال تماره، وملي ريبوا لي كان ولدي كان هو المعين الوحيد الله يرحمه. الله يرحمه. ملي مشى هو ما بقيت لقيت والو، كنخرج كنخدم وخارج لي مريضه والاعاقه وداك الشيء، ما لقيتش اللي يعاونني، ما لقيت لا اللي يحن فيا لا والو ولدي. وانا العيد والله ما عيت، ودابا البره كاملين ريبوا لي ما لقيتش حتى باش نخلص حتى ديك الاولى ديك 3 مليون ونص، والله ما لقيتها ما لقيتهاش. دابا بغيت غير اللي يعاونني ندير شي حاجه نسكن فيه وندير فيه شي حاجه ماكله، شي حاجه اللي نعاون بها راسي ونعاون بها الدواء. والغالب الله الله ولدي الغالب الله هادشي اللي يعني بعد ما كتدير الصافي حتى بعد شويه كتلقى لا شويه كنت كنلقى الناس هنا كيحنوا فيا. ما كاين حتى شي ما كنعرف حتى شي واحد تما، ما كنعرف حتى شي واحد، لا اللي عتقك لا اللي رحمك لا دواء لا حتى شي حاجه. حاجه بغيت عندك يعني مصاريف كما قلتي الدواء. المعيشه يعني كل شيء ما كاينش والله ما عيطت ولدي ولا عيطت. يعني كان واحد الاحساس صعيب يعني تشوف الناس بعيد بزاف 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 ولدي، الناس يشوي وحدها كل الناس كي ما عيطتش والله ما عيطت ولدي. انا ما تبكيش، انا اليوم كنوجه هذه الرساله يعني لكل المغاربه، يعني حسبوك الام ديالهم حسبوني حسبوني امي نتوم وغنتشرد في الزنقه، ولحد الان مشرده في الزنقه حق الله العظيم ولدي، بحال مشرده في الزنقه. ولات كنطلب الخيريه ولا دار العجزه ولا شي بلاصه اللي نمشي نجلس فيها وحق الله العظيم. مليكة مليكة، اليوم انا بغيت المغاربه كاملين يتضامنوا كلنا من مليكة. علاش نقول مليكة؟ يعني شي محسن او لا يعني شي مسؤول علاش ما يتعاونش مع امي مليكة؟ امي مليكة اللي يعني طالبه يعني تقول انا بغيت ندير بروجي باش يعني شي بيعه وشري الحلم ديالك. هكاك وباغا باش نخدم هكاك، وخا صباعي كنحيدهم وداك الشيء، باغا نخدم وباغا نعاون راسي باش نشري الدواء باش ناكل باش نشرب، حيت ما خدمتش ما عنديش اللي غادي يعاونني. الو الو، وعليكم السلام. الحمد لله الله يبارك فيك. شو اللي معايا ولدي؟ ها رشيد منين ولدي؟ ها ك
كاينه ولدي انا في تمارة. واخا ولدي الله يحفظك مالكة، الله يحفظك يا ولدي، الله يسهل عليك. كان عايش بوحدي يا ولدي، لا حنين لا رحيم. كان ولدي المعين الواحد مات من بعد الله، هو اللي كان عندي، ديك العوينه اللي كانت عندي مشات. مرحبا ولدي، مرحبا، الله يسهل عليك. داكشي اللي كاين ولدي، مرحبا. واخا ولدي الله يسهل عليك، واخا ولدي، واخا ولدي الله يسهل عليك، واخا ولدي الله يسهل عليك. صافي واخا، صافي واخا ولدي، واخا ولدي، يلا ولدي شكرا. عندي عندي، في هاد النمرة، في هاد النمرة، يلا ولدي الله يحفظك واخا، يلا ولدي. إذن يعني كما شي متابع الكرام، يعني شي حد اتصل من أمريكا، أمريكا فعلا يعني هو الأم ديالكم. أنا اليوم يعني كنوجه الرسالة كل مغاربة، يعني كلنا مي مالكة، يعني كما دابا اتصل شي حد وقال يعني بغيت تساعد مع أولادي، كنتمنى يعني صراحة الله، علاش لا، يعني في هذا المباشر، يعني حنا طالقين مع مي مالكة هذا المباشر، الحلم ديالها مسكينة راه مسنة وكتقلب غتخدم يعني باش تجيب طرف الخبز حلال، يعني صراحة طالقين هي المرة المغربية يعني كتكافح يعني باش تجيب واحد طرف الخبز حلال. أنا اليوم كنوجه رسالة لكل المغاربة، يعني إلا بغيت الخير في هذا اليوم هذا، مي مالكة يعني كتقول لك بأنها عيدات، مي مالكة عيدات في المرحلة المباشرة. ألو، يعني كنتمنى يعني في هذا المباشر يعني علاش لا ما تدخلوش يعني في المرحلة مي مالكة، وأنا هذه رسالة لأي واحد اللي باغي يتفلى أو اللي يضحك، مي مالكة قدامكم، يعني الصورة ديال مي مالكة يعني كما تشوفوا بأن حسوا الأم ديالكم، حسوا الأخت ديالكم. مي مالكة كتقول لكم بان انا ما عيطتش، يعني ما عيطتش، وملي سولت انت ما بغيتش نزيد الحرج نطرح على هذا السؤال هذا، يعني الدموع باش طالع من عينيها، لان تقول لك يعني كنت تشوف الناس كيشويو، هي ما شوات مسكينه ما دار بحالك بحالك بحال الناس، ولكن اليوم هي كتوجه رساله لكل مغربي، لكل محسن، لكل مسؤول، علاش لا ما ديروش هذا الخير يعني في مي مالكة. مي مالكة اليوم يعني طالبه كتقول انا باقي يعني ولو مريضه ورجلي مسكينه، يلاه دارت عليها واحد الدواسة مسكينة اللي كانت تخدمت ليها، رغم ذلك باغا تخدم مسكينة يعني تخدم في الديور باش ما كان، ولكن انا عارف المغاربة ما غيخلوش مي مالكة تخدم عندهم في الديور، انا عارف المغاربة الناس الجوع والكرام ما غيسمحوش مي مالكة، مي مالكة غيحسبوا الام ديالو، غيحسبوا الاخت ديالو، لان عرفت شنو قلت لكم، انا ما كرهتش يعني شي بروجي، يعني ما كنطالبهاش بروجي كبير ولا هادي، قلت لكم شي بروجي صغير يعني حتى انا ندير يعني شي سناك ولا شي كريريسان نبيعو شي، لان مسكينه كانت تبيع وتشرب الخبز، كانت في التمارين كتبيع وتشرب الخبز، بعد ما ريب ولاد بالراكب ديالها مسكينه طرح ثلاث عين عتيق، كنتمنى والله يعني صراحه الله يعني اللايف اللي مؤثر، اللايف يعني اللي يبكي يعني الانسان واخا يكون قلبه سخر وغيبكي، انا كنتمنى منكم عافاكم اخوتي المغاربه، لما تحسبوا مي مالكة الام ديالكم والاخت ديالكم، يعني الدموع مي مالكة غالي بزاف. لان قالت لكم مي مالكة بغات تمشي لدار العجازه، مي مالكة قالت بغات تمشي للخيريه، انا عارفكم غاتحوش مي مالكة ما تخليوهاش تمشي لدار العجازه، حتى هي مسكينه كان عندها وليد الله يرحمه واتي برحمه الله، مات كانت تساعد معها مسكينه، اليوم هي خدمت بوجه مكشوف، كتقول المغاربه عافاكم عاونوني، حسبوني الام ديالكم، حسبوني الاخت ديالكم، مي مالكة يعني انت ريبوا لك بالراكه ما عندكش يعني حتى التطبيقه، ما عنديش مي مالكة قالوا لكم في البراكه بانكم تخلصوا 11 مليون 11 مليون وانت ما عندكش حتى باش تعيدي والله مليون. ولدي ما عندي قسما بالله، وانا كنطلب من خوتي المغاربه وحبابي وحسبوني امي انتم غتشربوا في الزنقه،
ما عنديش تاع 10 دريال منها والله ولدي ما عندي الدواء ما بقيتش لقيت باش نشري، ملي ما بقيتش خدامه نبيع داك الخبيز وداك بوكاديوس هذا ما صافي ما بقيتش لقيت الدواء ما كنشريش. كنديرو ولدي والله الا كندير بوكاديوس كندير شويه المغرير كندير وكنعاون راسي. ولكن الظروف اليوم خلاتك بعد ما ريبوك ما تشرطش. مازال كانوا الناس هنا شويه كيتساعدوا معايا، انا تما في عين عتيق ما كنعرف حتى واحد، ودوك الناس ما باغينيش يعني نخرج ونكافح وداك الشيء، قالت لك لا ما تجيبيش لينا العيب. الله يحسن عوانت المساكين. تما ما ما راضيينش حتى هما ما راضيينش. انا اليوم عبرك مباشرة من ذلك كنتمنى يعني شي مغرب يعني علاش لا يتصل بالكرة ويدخل غير شوية المرحة. يا ربي. ستين سنة ولدي راه ماشي سهلة، 66 سنة ماشي سهلة باش إنسان يخدم هاكا 66 ويخدم 66 سنة. 66 سنة وباقا باغا تخدم. باقا باغا نخدم ونكافح بالحلال. كندير بوكاديوس للدراري ولاد المدرسة وداكشي كنت غير من البراكة كنت كن كنبيع للدراري ولاد المدرسة. معروف المرأة المغربية أم مالكة هي هذه اللي كتكافح كما كنقولوا كتجي طب خبز حلال. أنا اليوم كنوجه رسالة لكل مغربي وكل محسن، أي واحد بغا يدير اليوم كتبقى لي واحد الصدقة جارية طول العمر. يعني أم مالكة هي 66 سنة أم مالكة. 66 سنة ولدي. يعني أي واحد غا يشوف أم مالكة غا يشوف الأم ديالو. يعني يحسب الأم ديالك واش غتخليها الأم ديالك يعني تلاح الزنقة، واش غتسمح أمك يعني تبيع يعني الخبز. فعلا يعني ملي كتاخذ من ذلك واحد الانسانه اللي هي شريفه وكتجيب يعني واحد طرف الخبز يعني حلاله طيبه اليوم يكون تجيب كل رساله عفاف عفاف لباس يعني ماشي مسكين طالبه يعني ما فيها باس ما بغيتش حد يتعاون معاه بالفلوس راه ما فيها باس كي كنقول لك انا بغيت شي حد يتعاون معايا نروح على جيلاتي ندير شي بروجي شنو هو البروجي مسكينه يعني بغات تكري ريصه بغات شي حاجه اللي تتاخر ولو منا غير 20 درهم في النهار كاين ولا لا كاينه ولدي كاينه باش نشري الدواء باش ناكل وباش نتقود حتى نموت انا والله ولدي كنت بغيت نمشي لدار العجازه بغيت نمشي للخيريه هادشي اللي ولا بان ليا بين عيني ما بقات بان ليا حتى حاجه انا من 2018 وانا ولدي كنعاني انا ساكنه بوحدي هنايا في براكه وكنعاني ملي مات ولدي في 2018 وانا كنعاني الى يومين هادو في صمت ما كندويش ولكن دابا اللي ريبوا لي صافي غالب الله صافي وقفت. ملك ريبوك طلع 11 مليون. 11 مليون ما عنديش ولدي والله ما عندي من 11 دريال. يعني حتى فلوس العيد يعني كما ما عيطش والله ما عيطت ولدي كنشوف الناس وهذا جرحت في قلبي ولكن ما عندي اللهم لك الحمد. الحمد لله سيدي ربي ونشكره اللهم لك الحمد. ولادي وحبابي نحسبهم ولادي وحبابي وحسبوني ميمتهم الا كيبغوا ميمتهم يتشردوا حتى انا يخلوني نتشرد. كان ولدي باقي حي ما غاديش يخليني وما غاديش ولكن الغالب الله يعني هو عزيز والله عز منه ما عندي ما ندير. وتيقول لك صابر لي الله وصبرت مات مشى ليا وصبرت والله كيكافي. لذلك شنو تقول لي خوتكم المغاربه غيتعاونوا معكم ان شاء الله وشوفوا من ذلك يعني شي بروجي. انا بغيت لهم صحيحتهم وكناشدهم يحسبوني الميمه ديالهم والله يجعل سيدي ربي يعوضها لهم بالعشره. يا ربي كل من ساعدني انا بغيت سيدي ربي يحن عليه. وبغيت سيدي ربي يعوضها ليه بالعشره يا ربي والله يجعل سيدي ربي يحفظكم حتى نتوما اللي تعذبتوا وجيتوا حتى لعندي وكتسمعوا لي الله يحفظكم حتى نتوما ولدي والله انا ما غنفرح بمي مالكه تنسى وحق الله ولدي انا ما غندير نفرح معاك حتى نتوما مالكه يعني دايره شي والله ولدي هادشي اللي طالبه ما طالبه حتى شي حاجه
طالبه غير باش نعيش ونشري دوايا تنموت، هادشي اللي بغيت. ما كرهتش. قاصحه ولدي قاصحه قاصحه والله، تا غيدوه ليا داك البون غيدوه ليا. اذا المتابع الكرام، انا والله يعني كنحتفظ بهذا القدر ديال بو مالك اللي صراحه كنصور يعني، وانت انا يعني دموع يعني اخويا كتسمع بو مالك تقول بان البون غيدوه ليا. والله تا غيدوه ليا. يعني هاد البراريك كيعطيوك واحد المهله ديال يعني الا ما خلصتيش حياتي تحبس البون. بو مالك مسكينه تقول لكم العيد ما عيش. باش ملي غتجيب 11 مليون باش غتخلص الشقه، يعني طالبينهم 3 مليون كيطالبوا 3 مليون في التصبيغ باش يخلصوا الشقه، عادي الساعه تبقى تكمل التفريضه. امريكا يعني انا بغيت نقول لك شي بروجي باش ناكل وباش نشري الدواء ديالي، لان عندها يعني امراض اليوم كناش عافاكم تعاونوني، لانها طالبه واحد الصدقه جاريه طول اي واحد كيشوف هذا المباشر ما يقدرش يتعاون، يتعاون غير بالبارطاج، يتعاون غير بالدعاء. الى دعيتي زيتي تشيك ودعيتي مع مو مالكة، راه مو مالكة يعني غتخفوا على شويه الالام. وهذه رساله اي واحد اللي باغي يتفلى او اللي باغي يضحك، عافاكم الله يرحم الوالدين. يعني كما كتشوفوا الصوره ديال مو مالكة، لان يعني اي واحد غيشوف الصوره غيشوف الصوره، لا يعني الام ديالو اليوم يعني كتناشد يعني مالك الام ديالو دير مو مالكة. عافاكم يعني ما تضحكوش عليها ولا شافتي يتفلى او يعني يفيك فيها. يعني حتى هي جات مسكينه من عين عتيق المدينه في الشوارع، ما عندهاش باس ترونسبور، ما عندهاش تركب، ولكن يعني اضطرات باش تجي باش توصل الصوت ديالها، لان ما عيداتش، ما اتصلتش بها في الوقيته ديال العيد باش توصل الصوت ديالها شي مرات باش يعيد ليها، ولكن جات الفرصه اليوم باش شي واحد يتعاون معاها في شي بروجي. عافاكم خوتي المغاربه، عافاكم خوتي المحسنين، عافاكم القلوب الرحيمه اللي بغات دير الخير، تبقى لك واحد الصدقه جاريه. الملكه على العمر ديالك يتجاوز الستينات وقالت مازال باغي نخدم في الديور، انا عارف المغاربه ما يخلوهاش تخدم عندهم في الديور، ولكن انا عارف المغاربه غيتساعدوا معاه ان شاء الله. اذا المتابعين الكرام، نكتفي بهذا القدر ديال ام الملكه اللي معايداتها مسكينه، ام الملكه اللي كتعيش واحد الماساه هذا ما عندها لا حنين لا رحيم. اذا تنتمنى يعني حافظ الرقم ام الملكه. حافظ الرقم. لا وليدي ما حافظهاش، بغيت ياك جبد ام الملكه. هاك وليدي. كنتمنى يعني من المغاربه تقول لكم عافاكم الله يرحم الوالدين اللي ما حسبوهم من ملكة الام ديالكم. المغاربه كتقول لكم انا باغي نمشي في الديور نخدم، ولكن كما تنقولوا نعاود نكرر، انا عارف المغاربه ما يخلوش من ملكة تمشي في الديور وتخدم. الرقم ديال ملكة هو 06. متابعي الكرام، راه كتقول لكم حتى اللي ما قدرش يتعاون مع ملكة، راه الدعاء ديالكم والبارطاج ديالكم والله تنقدوا نعاونوا من ملكة. كنتمنى خوتي المغاربه تضغطوا يعني كومونتير بالرقم ديال ملكة. كنتمنى من اي واحد يكتب تحت اللي ما قدرش يتعاون، راه والله الدعاء ديالكم وبالبارطاج ديالكم راه غيوصل الصوت ديال الملكة للناس المسؤولين، الناس يعني المحسنين. الرقم هو 06 80 21 24 65. اذا المتابع الكرام، ما بقينا نقول لكم بزاف في رعايه الله، وكنتمنى يعني ما تكونوش على ام الملكه. ام الملكه الكلمه الاخيره اللي غيتعاون معك ان شاء الله. الله يرحم ليه الوالدين، والله يحفظ ليه وليداته، والله يحفظ ليه والدي يا ربي، الله يحفظ ليه والدي. واللي عطى شي حاجه راه الله عند الله مقبوله ليه. انا كنناشد خوتي المغاربه هنايا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن باش يساعدوني ويعاونوني. حق الله العظيم الى هادشي اللي كنقول الى كله غير الواقع، وحق لا اله الا الله الى الواقع اولدي، هادشي اللي عايشه فيه الواقع. لا اله الا الله. ولو عييت وكاك عييت وتنقول لا باغا نخدم وباغا نعاون راسي ونكافح ونفيق ونكافح وندخل داك الروي ديال الحلال باش نعاون راسي باش نشري دوايا. دابا راه صبع كيبرو صبع هو ناض، عاوتاني هذا غير يمرض ليا. كنتمنى عبر هذا المباشر من ذلك يعني كنتمنى يعني المغاربه يحسبوا كل شيء، يعني يحسبوا الام ديالو ويحسبوا الاخت. اذا متابعي الكرام، يعني نقول لكم عافاكم عاونوني من ذلك، يعني باش ما قسم الله يا بالقليل يا بالكثير راه غدخلوا لي يعني شويه الفرحه. يعني وهاد الهموم اللي مسكينه كما قالت لكم عايدات وكتب الناس يعني كتشويه مشوات، عافاكم عاونوا من ذلك.